الناس اللي بيعانوا من نقص الكالسيوم، الناس اللي بيعانوا من ضعف العظام، اللي عندهم أطفال بيعانوا من قصر القامة وسوء التغذية. هذا الفيديو لكم، بس يا ريت قبل ما نكمل تابع الإجابة للفيديو متابع الحساب وخليكم معنا. يلزمنا لوز، سمسم، بذور الشيا، تين المجفف، كرفس، ولبن، تمام؟ عشان يكون اللبن عندنا مصدر لفيتامين د، وهذولا كلياتهم هيكونوا مصدر للكالسيوم بكمية كبيرة جدا، تمام؟ اليوم حنستخدم فقط بذور الشيا مع اللبن، وكذلك السمسم معهم. ليش؟ خلاص بتقدر تنوع انت للطفل او الك خلال الاسبوع من هدول الخمس منتجات اللي انت عايزهم وتنوع فيهم، وبتشرب الصبحيات بدري قبل طلوع الشمس او على الساعه 9، وبعد ذلك بتتعرض للشمس مده 10 الى 15 دقيقه عشان يتحركوا ويبدوا يتفاعلوا.